انزلوا انت محمود اقفل الباب. انت عرفتي مكاني ازاي؟ كنت فاكرة انها مش عارفة اجيبك؟ عيلة درغام ممكن تنسى اي حاجة في الدنيا الا الخيانة. بس انا ما خنتش حد. لما تهربي من بيت اهلك وتسيبيهم دي مش خيانة؟ لما تفرطي في حق خالك ودمه دي في نظرك مش خيانة؟ لما تجيب الفضيحة لجدك المشلول دي مش خيانة؟ وكل ده عشان ايه؟ عشان واحد بتحبيه؟ يا شيخ هنا على ابو الحب، على ابو الراجل، على ابو الحلم اللي انت عايشاه. بس انا مش انت يا ديدي، انا مش انت عشان افكر كده. دي حياتك وانت حره فيها، وانا كمان دي حياتي وانا حره فيها. لما تبقي لقيطه ما عندكيش اهل دي بتقولي الكلام ده. خشي لمي هدومك وتعالي معايا. ألم هدومي واجي معاكي فين بس؟ على بيت أهلك. أنا ما أعرفليش بيت غير هنا. أنت عندك حق، إحنا مش محتاجين حاجة من هنا. بس فضيحة بفضيحة هنزلك قدام الناس كلها متجرجرة على السلم. يا ديدي عشان خاطري والنبي سيبيني. اخرسي. سيبيني يا ديدي والنبي، سيبيني يا ديدي، انا حامل. والله العظيم حامل. حتى ادم لسه ما يعرفش. ولو مش مصدقاني اختبار الحمل اهو، انا لسه ما رميتهوش. ايه؟ مفاجأة. ظرف ده ايه؟ ده فلوس دي ولا ايه؟ اغلى من فلوس. ايه ده؟ انت حامل؟ ايه؟ الناس عايز تفضحنا؟ ماشي، حبك تقولي لي هنا يعني؟ ماشي عادي. طب بقول لك ايه؟ تيجي نروح. احنا لسه ما اكلناش. ماشي، نطلب اكل ونحتفل في البيت بقى، يلا. لا أنا جعانة، وبعدين أنا دلوقتي امرأة حامل لازم تتغذى. صح، عندك حق، لازم تتغذى. طب بتحبي تاكلي إيه يا حبيبتي؟ طاجن بامية باللحمة، حمام مشوي، عايزة سكالوب بانيه، عايزة سمان، عايزة مكرونة سي فود. لا لا لا، ثواني ثواني ثواني، لو سمحت. والنبي يا ديدي، والنبي عشان خاطري سيبيني قفلت من الدوامة دي، سيبيني احقق الحلم اللي انت طول عمرك نفسك تحققيه. النبي انا ما عرفتش مكانك ولا وصلت لك. بس لو حد عرف مكانك ووصلك انا مش هرحمك. ده كل اللي اقدر اعمله لك دلوقتي. لو عوزتي اي حاجه انت عارفه توصلي ازاي. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.